أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله ما شاء الله 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 الله, الله أكبر كبيرا غير ذلك تسمى التكبيرة البتراء الله بس عايز أعرف بقى يعني ده اللي بيقولوا عليه أنه تكبير مصري بس خالص نعم هو التكبير اللي ورد عن سيدنا النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد في المدينة المنورة بيضيفوا الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وصلى الله على سيدنا محمد تسليما كثيرا عندنا المصريين استحسنوا إن هم يضيفوا الصلاة على سيدنا النبي بعد التكبيرات ودي خاصة بالمصريين المصريين لهم طقوس يا دكتورة بسمة حتى في مولد النبي البلد الوحيدة في العالم اللي بتحتفل بالنبي بمولد النبي بأكل الحلوى هي مصر أيوه وكذلك في العيدين الفطر والأضحى بنضيف صيغة الصلاة على سيدنا النبي في التكبيرات ودي الإمام الشافعي أقرها في مصر لأن الإمام الشافعي جاء إلى مصر وعاش فيها وأقر هذه التكبيرات وهي موجودة في الفقه الإسلامي واستحسنها الإمام الشافعي والشافعية من بعده وبقت إيه يعني منقول إلينا بالتواتر من زمان الإمام الشافعي ومن سبقه الإمام الليث بن سعد وأقروا هذه التكبيرات طيب التكبير بقى يبدأ من إمتى إلى إمتى؟ التكبير في عيد الأضحى يبدأ من فجر يوم عرفة زي ما الحجاج بيهللوا على عرفة وبيلبوا والنبي قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير إحنا بنكبر من فجر يوم عرفة بعد كل صلاة فجر يوم عرفة يوم عيد الأضحى يوم 11 يوم 12 يوم 13 آخر التكبير عصر يوم 13 اللي هو آخر أيام التشريق الثلاثة وكل الناس بقى تكبر فين ما كانت في أي مكان من أي مكان اللي بيصلي في البيت بأولاده يكبر في الشارع في البيت في الشغل في أي مكان في كل مكان نكبر إنها شعيرة من شعائر دي أيام لحد أيام التشريق لحد آخر أيام التشريق صلاة العصر